السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج وقفات. واسمحوا لنا نرحب في هذه الحلقة وهذه الوقفة بضيفنا الشيخ فايز صبيح الشامري، الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. السلام عليكم شيخ فايز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بماذا سوف تجود علينا في هذه الوقفة التي عنوانها الجود، ولكن مفردة الجود ما المقصود بها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الجود هو العطاء والبذل، عند الإنسان معروف أنه يبذل ماله للغير، سواء لأهله أو للصدقات أو للمحتاج وهكذا. فهنا الجهد حقيقته هو بذل ما لدى الإنسان للغير، لكن كثير من الناس يظن أن الجود قاصر على المال. المال هذه الفطرة، هذه الفطرة المعروف والصحيح. لا، الجود أوسع، سواء بالمال أو كذلك بالنفس أو كذلك بالجاه، يعني جاهك عند الناس معروف، أنت لك مكانة عند الناس، توسط لفلان وتشفع لفلان، وجيه كما قال الله عن موسى وقال عن عيسى، وكان عند ربه وجيها، وكان عند الله وجيها. شوف، الله جعل موسى وعيسى في القرآن قال وجيها، لذلك موسى له فضل ترى علينا، على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، في قضية الواسطة على تخفيف الصلوات، لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم للسماوات ليلة المعراج، لما رجع نزل على موسى في السماء السادسة، قال ما فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف، فإني عالجت بني إسرائيل شد المعالجة فلم يطيقوا ذلك. رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، خفف عنه، صارت 40 وبعدين 30 بعدين 5، الشاهد إلى أن صارت 5. بعد ذلك موسى قال ارجع إلى ربك، قال استحييت من ربي. فموسى له جاه عند الله سبحانه وتعالى، فضل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فالجود أحيانا يكون بالمال، وهذا المتبادر متعارف عند الناس، الإنسان يعطي ويتصدق، كريم هذا الإنسان يبذل ما عنده، كما يعني عرف حاتم الطائي بالكرم، ابنه عدي بن حاتم صحابي أسلم، كانوا يقولون بأبيه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم. كذلك الله عز وجل ذكر الجهاد بالمال والجهاد بالنفس، جاهدوا بأموالكم وأنفسكم. يعني الجيوش في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم جهزت بمال الصحابة. صحيح، مثل جيش العسرة غزوة تبوك، قال من يجهز جيش العسرة وله الجنة، جهزه عثمان. كذلك من يحفر بئر رومة وله الجنة، حفره عثمان رضي الله عنه. فالجود بالمال، كذلك الجود حتى بالعرض، إنسان بذل عرضه للناس، يبقى واحد يتكلم فيني فهو في حل، وهذه وقعت من بعض الصحابة، وقبل الله صدقته. جيش العسرة غزوة تبوك في السنة 9، لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للصدقات، منهم من جاء بمال قليل، منهم كعثمان جاء بجهز الجيش كامل، لكن بعض الصحابة جاء بصاع من طعام، الصاع 4 تمدد، هذا المد الواحد، 1 2 3 4، هذا الصاع. حتى تكلم بعض المنافقين، قال الله عز وجل يلمزون المتطوعين بالصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. طيب هذا مقدرته، ليش تسخر منه؟ أحد الصحابة ما عنده مال، إيش قال؟ بينه وبين نفسه قال اللهم أني تصدقت بعرضي في من تكلم فيه أنه في حل. أصبح النبي صلى الله عليه وسلم والناس أمامه، قال من المتصدق البارحة؟ سكت الناس، الصحابة سكت والناس سكتوا، ما يظن أنه هو المقصود. أعاد النبي صلى الله عليه وسلم، من المتصدق البارحة فإن الله عز وجل قد قبل صدقتك. فقال أنا يا رسول الله تصدق بماذا؟ بعرضه. وهذا حقيقة ليريح البال،
يبغى واحد يتكلم فيني فهو في حل، اغتابني سبني ما تشيل هم الناس فلان قال. هذا اعتقد ثقيل على النفس، ثقيل على النفس، ولكن اللي يصل درجته اعتقد يتصالح مع نفسه، ما في قلبه غل على صحيح. الاخرين. اسمح لي نوقف مع الفاصل شيخ فايز. نعم. اذا مشاهدينا الكرام فاصل ومن ثم نواصل. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام وبرنامج وقفات مع الشيخ فايز صبيح الشبري الامام وخطيب وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه. حياك الله شيخ فايز. حياكم الله شيخ فايز. كانت وقفتنا عن الجود وانواع الجود، وعرفنا الجود لا يقتصر فقط في المال، ودللت بشواهد ومن المدرسه المحمديه الكثير والكثير عليه الصلاه والسلام. لكن الجود هل هو مطلوب؟ يعني هناك ادعي ذلك، ولكن قد يكون ادعائي في محله ام خطا، ولكن امامي ضيفي هو الميزان بعد الله عز وجل. هناك من يعني اولى درجات البخل وعلى درجات الحرص مع نفسه ومع الاخرين، ما بين البخل والحرص والجود. البخل والحرص نقيض الجود، هل فهمي صحيح ام ماذا؟ لا ما احسنت، لا شك كلام صحيح. الجود مثل ما يقول اثبت نفسك، ابذل، صح ولا لا؟ الله عز وجل قال ولا تجعل يدك مبسوطة كل البسط، يعني لا تقط مالك كله وراك عيال وراك زين، لا تقبضها ولا تبسطها كل البسط وابتغي بين ذلك سبيلا، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط وابتغي بين ذلك سبيلا. الحرص أن الإنسان يمنع حتى ما أوجب الله عليه، ربما إنسان حريص يمنع حتى الزكاة. والبخل قال العلماء استعاذ من الرسول عليه الصلاة والسلام، أي نعم، البخل أن الإنسان لا يعطي مع مقدرته. شوف، مع أن الحرص قالوا أشد من البخل. البخل يمنع، قد يكون صدقات أمور مستحبة، لكن الحريص هذا حتى الواجبات ما يعطيها، لا زكاة لا حقوق واجبات، مصاريف عيال مصاريف زوجة، ناس بذمتك من هم في عنقك، في عنقك. فلذلك الجود أوسع، والإنسان يمتدح بالجود لا يمتدح بالحرص ولا بالبخل، صح ولا لا؟ نعم. هذا محل ذم بالنسبة للإنسان. ف يعني مثل ما يقول هذا الميدان يا حميدان، عط ابذل حتى تمتدح في هذا الأمر. نعم. عند الله وعند الناس. هنا المدح لا يقع في عملية الرياء مثلا، والله عطيت صرت كريم سويت الكلام اللي قلته يا برنامج وقفات، جاني الشيطان وقال يا يبي مدح الناس يبي النفاق، هل يدخل؟ يدخل. إنما الأعمال بالنيات. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أول من تسعر فيهم النار ثلاثة، قال رجل أنفق ماله ليقال جواد وقد قيل، أي في الدنيا حصل، أخذ يبي، حصل يبي الممدحة امدحوه الناس تكلموا فيه، والمجاهد ليقال شجاع، شوف، وحافظ القرآن ليقال قارئ، صلى الله عليه وسلم. عبادات هذه الصدقات وحفظ القرآن والجهاد في سبيل الله، لكن لما كان رياء استحق العذاب. ليش؟ انه مخالص الوجه لازم رياء. هي بين يعني بين الشعره، الشعره او في صدرك في جوفك مطلع عليها الله عز وجل فقط. شوف الانسان يحب المدح، ترى فطره، هذه فطره. نعم، المدح للانسان محبوب، لكن الا لما يعطي الاصل تريد ان تؤجر ابتغاء وجه الله. والله عز وجل ذكر ايات كثيره في القران في قضية الإنفاق ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وما تنفقوا من خير تجدوه عند الله، وما تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله. لكن هذا يرجع أن تريد أن تعطي الآن لأجل مدح الناس، لا لحاجة الإنسان ولا ابتغاء وجه الله عز وجل. شيخ فايز في الدقائق الأخيرة من عمر هالوقفة،
كيف نعززها بخير من وطأت قدمها هذه الأرض؟ عليه الصلاة والسلام. جود النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بماذا نبدأ؟ الصحابة لما ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. شايف الريح؟ أجود منها النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون برمضان حين يلقاه جبريل، هكذا جاء في الحديث. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل شيء. لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم مرة وأعطى الناس، حاصروه يسألونه أكثر حتى تعلق رداؤه بشجرة السمرة، قال ردوا علي ردائي فوالله ما يكون عندي شيء فأدخره دونكم، وما يكون عندي شيء يبيت ليلتين إلا ما أجعله في دين. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، كثير العطاء كثير الجود والكرم، حتى ربى أهله على ذلك. عائشة رضي الله عنها جاءها النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ذبحها، ماذا صنعت؟ تصدقت بالشاة إلا كتف، أبقته لعلمها بحب النبي صلى الله عليه وسلم الكتف. ثم دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قال ما صنعت الشاة؟ قالت يا رسول الله تصدقت بها إلا الكتف، ما بقي إلا الكتف. قال بل بقي كلها إلا الكتف، يعني بقي عند الله، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شوف التربية على الصدقات والجود والعطاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا، وإذا جاءه السائل يسأله عن مال لا يقول لا عليه الصلاة والسلام، كثير العطاء وكثير الجود، بل كان يبذل حتى جاهه. يرى خصومة في مكان يحتاجونه كان يقول قوموا بنا نصلح بهم، هذا جود، تبذل وجهك للناس تصلح بينهم، هذا عمل خير. أنت الآن معروف عند الناس، يجونك بعض الناس يستشيرونك في بعض القضايا، عندهم مشاكل، تروح معاهم وتصلح بينهم، وعند إنسان معاملة تروح معاه للوزير مثلا وتقضي حاجته، هذا نوع من أنواع الجود. ربما بعض أنواع الجود بالجاه أو بالنفس أفضل من جود المال. نعم. إذا أردنا أنه لما مضى من عمر هالحلقة وعنوان هالحلقة وهذه الوقفة، العطاء هو ابتغاء ما عند الله من بذل، هو الجود. استطعت شيخ؟ نعم يعني أصفت إن شاء الله. اللهم اجعل في ميزان حسناتنا جميعا يا رب العالمين. شكرا جزيلا شيخ فايز، حياكم الله. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة أينما كنتم، دمتم في حفظ الله ورعايته، فأمان الله.